زميلي اسامه الاميري. نعم انتهت هذه المباراه والعين اثبت مقوله العين بمن حضر بعد يمكن تغلبه على فريق النصر وهو مكتمل الصفوف، وانه بالنسبه للعين كان ناقص. واسعد جماهير، اشكر الجماهير ما شاء الله الكل فرحان وسعيد في الملعب. طبعا معي في الاثناء هذه الكابتن مهدي عبيد. فيرست ويلكم ابو ظبي سبورت شانل، وات يو سي افتر ذس ماتش؟ It's difficult to say something. I mean, I think the team make a lot of effort. It was a good game from both sides. Big game like this, always count on details. Today was one corner kick, miss concentration, and then in that kind of situation we lose the game. It's unfortunately for us, but we have to concentrate on the next game coming. I think we made a lot of effort today. We should score. We have some chances. We didn't score, and congratulations to Al Ain today. But all people tell Al Nasr today we will win Al Ain because Al Ain maybe five player. It's not with the team. Yes, yes, of course. We should. Which, like I said, we had some chances, but we didn't score. And at this level, after you take and. It's unfortunately for us, but we have to be more concentrated in front of the goal and to take an advance to be more confidence for after. Now you have only one chance and next week with Al Ain, Saturday in Al Ain, because this very important match also in the league. Yes, of course. Now now that we are out of this cup, we have to really concentrate on the league and go for it. Thank you. Thanks. نعم زميلي أسامة أيضا معي من طرف فريق نادي العين سفيان الرحيمي، لكن يجري لقاء في الأثناء هذه مع أحد القنوات الرياضية اللي متواجدة. لكن فعلا شفنا زميلي أسامة يمكن إصرار كبير كان من لاعبين فريق نادي العين لإثبات وجودهم في هذه المباراة بالذات، لأنه كان اختبار قوي جدا لفريق العين في المباراة هذه. يفتقد خمس عناصر جدا مهمة من التشكيلة الأساسية في هذه المباراة. هذا سفيان الرحيمي موجود معي. سفيان، ألف ألف مبروك هذا الانتصار. يمكن اليوم طلعتوا من المباراة بمكاسب كثيرة، خاصة أن الفريق كان في اختبار حقيقي اليوم بغيابات كثيرة. الحمد لله، أهم شيء هو الفوز. يعني مباريات الكأس ما عشان نقول لك يعني ما يمكنش تلعبهم ولكن تفوزهم. الحمد لله قدمنا مباراة كبيرة رغم لاعبين ما كاينينش، رغم الغيابات الكثيرة. الحمد لله أهم شيء هو الفوز وتأهل الدور القادم وننسى هذه المباراة، لأن مباراة يوم السبت مع نفس الفريق نحضر ليه وإن شاء الله نقدم مباراة اللي تليق بالفريق بتاعنا. سفيان، إذا بنتكلم عن فريق العين، دخل في هذه المباراة شفنا صورة أكيد مغايرة، خاصة قلت لك في أسامي جديدة كانت في الفريق، أكيد كانت في توصيات من المدرب خاصة في لهذه المباراة. الحمد لله، يعني كما شفتي لاعبين شباب قدموا مباراة كبيرة والربح الفريق العين لانه ربح لاعبين، ونتمنى ان شاء الله نكملوا في نفس المسار ونمشيو بمباراه بمباراه باش ان شاء الله في اخر الموسم يعني نتوجوا بالبطولات كما كنقول. تألقت اليوم سفيان؟ الحمد لله الفريق كامل تألق. الحمد لله، يعني كنبغي نشكر الجماهير العينويه اللي كتساند اللاعبين، وشكرا لكم. شكرا لك سفيان. شكرا. نعم زميلي اسامه، هذه كانت